السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلم شلون نكتب بعض الأسماء بالإنجليزي. اليوم بالضبط راح ناخذ اسم أمير. اسم أمير بالإنجليزي، اسم أمير يكتب بهالشكل هذا: AMEER. عيد الحروف مرة ثانية بالنسبة لاسم أمير: AMEER. أمير، ما يصير نخلي حرف واحد إي هنا لأنه ما راح يعطيك الصوت المقابل إلا بالإنجليزي اللي هو الإي، فلازم نخلي حرفين إي. تحياتي لكم وانتظروا بقية الأسماء إن شاء الله على قناتنا.